ألو، ألو، السلام عليكم لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لله جليلة، بارك الله فيك سيدي، الله يعطيك الخير. أكرمك الله. أنا رعيت لك في شهر 11، إلى عقلتي عليا كنت مريضة، كنبكي ما قدرتش نهضر معك. أيه، كنتذكرك لله وما كملتيش معنا المكالمة لله جليلة. كنبكي، تزيرت لا إله، صافي ما قدرتش نعاود لك. قلت لك راه كنت مريضة 2017 كامل، والحمد لله دابا الحمد لله كنتبع داك الدعاء اللي كتقول وكنأمن وكل شيء، والحمد لله دابا. الله يحفظك لله جليلة يا رب، تشافيك وتعافيك يا رب آمين. بغيتك دابا تدعي لي مع أخوتي يا رحمن يا رحيم، كيصليو وكيقطعوا الله يهديهم، يا رحمن يا رحيم. ومتيكمل داك الشيء مهم وما مزيانين وكل شيء، ولكن الصلاة ما عرفتش علاش ما بغاتش، ما كيتبجوش عليها. كيصليو وكيعرفوا راسهم خايب اللي كيقطعوا عاوتاني تيقطعوا. لا إله إلا الله، الله يهديهم الله والله يهدي ذا يهديهم ويهديهم جميعا ويهدي كاملين اللي كيصليو وقطعوا، الله يهديهم. يا رب، وبغيت تدعي لي مع الوالدة الله يشافيها ليا واختي حتى هي، يا رحمن يا رحيم. وهذيك اسمها ومرت خويا تا هي مسكينة مريضة الله يشافيها، يا رحمن يا رحيم يا كريم. وجداتي ماتت ليا في شهر واحد. الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاش مريضة أنا ديك الساعة كنت مريضة، وهي تا هي كانت مريضة، مريضة هي شي 5 سنين، ودائما تكرفصات مسكينة. ولكن واحد نعاود لك القصة، إيه، نهار اللي فاش هي مريضة وجات عندي ماما، هي ماتت نهار الخميس، وجات عندي ماما نهار الاربعاء قالت لي غادي نديك. قلت لها انا راه مريضة ما قداش، قالت لي غادي نديك تشوفي جدك. وجات الطاكسي تاع الدار وداتني، تدخلت شفتها عرفتي كانت مشى بصعوبة ديك الوقت. الله أكبر، ومني دخلت الحمل ومني شفتها لقيتها كتخرخر، الله، كتسارع الموت. وانا نقول لماما عرفتي راه مسكينة، قلت لها كتموت. لا إله إلا الله، انا قلت لها ماشي مرض هذا، راه كتموت، لا خاصكم إله، فيها تجمعوا العائلة يشوفوها. إيه، الوداع مهم، الأخير. مهم انا تسامحت معاها وخرجت وعرفاتني وقالت لي كي بقيتي شوية، قلت لها الحمد لله، كدعيما كتقول لي الله يشافيك بنتي الله يشافيك، الله أكبر، نقول لها امين. صافي الغد في الصباح عيطوا لينا ومشينا عندها، ملي دخلنا للدار لقيت كلشي كيبكي، تجمعات العائلة وكيبكي وداك الشيء. وانا ديك الدخله ما عندك انا فيها المس، إيه، غير شفت كل شفتهم كاملين تيبكيو، شويه ما نطيح، ولكن شديت في راسي ومشيت للصالون حتى تنفست الحمد لله. ورجعت، وبحال ربي عطاني واحد القوه سبحان الله العظيم. مشيت في تابات وبقيت غاده حتى لعندها، وانا نقول فيهم حيدو، وشديت لها صبعها وبقيت كنقول لها لا إله إلا الله الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تخرجت لها الروح ديالها. الله الله الله، سكرات الموت، سكرت لأن صافي كنشوفك عرفتها واش كتخرج لها الروح، وهم كلهم كيبكي وكيبكي، وأنا بحال الله سبحانه وتعالى صيفتني في هذيك الوقت لواحد المهمة ما شاء الله. الله أكبر، البكاء لا ينفعها، ينفعها هو لا يعني، وما سب كاينش سب على بكاء، شهدي ليها. ما كنبكيش ما والو عرفتي، شديت لها صبعها وكنقول لها لا إله إلا الله، تخرجت روحها لا إله إلا الله، بابتسمات، إنا لله تخرجت وإنا روحها راجعون، ديالها ابتسمات وبحال ارتاحت. الحمد لله. قلت الحمد لله الله يرحمها مسكينة، قلت لهم دابا أنا ما خفتش عليها، وعرفتها بأنها شافت المقام ديالها، لأنها صافي ابتسمت علامة من حسن خاتمة. لا إله الحمد إلا الله، لله. هنيئا لها، ختم لها الله بكلمة لا إله إلا الله. أوجبني الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة، وكنشكر الله عز وجل الحمد لله، أنني ثبت، لأن هذيك هي وقت ديال الثبات. الله أكبر، لا إله إلا الله، أكيد أن هذه الجدة كانت فاضلة وطيبة، وربي سخرك لها في اللحظة المناسبة. وفاش هي كانت مريضه عرفتي كدعي معايا كتقولي الله يعفو عليك بنيتي، انا وياك كنقول لها امين امين. لا اله الا الله، سبحان الله العظيم، انا بحال ربي يسرني لها في ذاك النهار، وديك الساعه وبدا كلشي كيقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله، حتى كلشي تخرجت لها روحها، والله يرحمها انا مسكينه. لله وانا اليه راجعون. لا اله الا الله، ديالي انا ميت شحال هذا، مات في 99، الله يرحمه ويرحمه هو واسع. واحد النهاية ما شاء الله.
كيف كانت النهاية ديالو لالا جليلة؟ انا ما حضرتش لي، حضرت لي غير ماما، وقالت لي داك السيد ناض داك النهار وغتسل الصباح وعادي، قالت لي ما كان مريض عنده شويه القلب، نعم. ولكن ناض داك النهار قالت لي اغتسل ولبس حوايج نقيين وكلشي وتغدى ونعس، ومني وصل العصر هو يقول لها وشوف انا دابا توضيت انا غادي نمشي نصلي المغرب، وغادي في الطريق ديال المسجد وشدته سكرة الموت. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هما يهزوه من هو في طريقه للمسجد، موضي مغتسل نقي داير المسك، دات داوه للسبيطار، ومني مشات شافته ماما لقاته عرق، قالت لي مالك، قال لها عييت ما عرفتش مالي، بقات كتهضر معاه حتى خرجت روحه. لا إله إلا الله. وتا هو مسكين كنتفكرو دائما، ولكن الحمد لله هو كان مرتاح لي، لان النهايه ديالو كانت على وضوء على الحمد لله طهارة، والحمد لله. يا رب اجعل حنا النهايه ديالنا تكون هكذا، على وضوء على طهاره وعلى سجود يا رب يا كريم، على ذكر الله وعلى النيه الصالحه، يا رب. وكان قلبه متعلق بالمسجد دائما، هو المسجد ما تفوتش صلاه الجماعه، لا الفجر ولا اي صلاه. وكيفاش الاخوه ديالك اللي هما ولادو كيف رطوا في ما الصلاه؟ عرفتش، الله يهديهم يا رب يا كريم، الله يهديهم. كنطلب اليوم دائما الهدايه، زعما اختي حتى هي دايره الحجاب وانا دايره الحجاب، بارك الله. نصلي واخوتي الله يهديهم. ما عرفتش، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله يهدي من يشاء، يا الله يهديهم يا رب، هذاك الشيء كنطلب، ويهدينا معهم. امين، يهدينا كاملين. اللهم امين. وكنشكر المجلس ديالك لانه كنتخايلوا مجلس علمي شامل للمملكه من طنجه للقويره. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يبارك لك الله فهاد المجلس العظيم، ويبارك لنا في الدوله ديالنا وفي ملكنا، اللهم امين. كاملين يا رب، المغرب كامل يحفظه من شر ومن كل شيء، ويبارك لنا في الخير اللي جاب لنا الله في هذا العام، والحمد لله. الحمد لله. اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال يا اللهم رب. امين، اللهم امين. شكرا لك للا جليله، يبارك لكم في هذه القناة، ويبارك فيك ويطول لك في عمرك. اللهم امين يا رب. وكل شيء هذا الخير راه خير بالنسبة لك، لا انت ولا المستمعين ولا الجميع، واللي بغى شي حاجة كنطلب الله يحققها لي. اللهم امين ابنتي. لا يشافي المريض ويعفو على المبتلى، وكل اي حاجة اللي في شي حاجة اللي حاجة في خاطره خاصو يتوكل على الله وعليه بالدعاء. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. بخير. شكرا لك، شكرا لك ابنتي للا جليلة. كلام ديالك الحمد لله كان مبارك، الحمد لله. الله يكمل لك الرجاء ويحفظك وينور طريقك يا رب يا كريم. أسعدك الله، أسعدك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جليلة الحمد لله أعطاها الله تعالى واحد الثبات، وأعطاها الله واحد الطمأنينة، لأنها مرت بالشدائد. بعد مرات الفتيات اللي أصيبنا بالمس كتلقى فتاة في الأول عادية، ملي كتصب بالمس كتقلب على علاج، تلتمس علاج، كتمشي عند الخبراء عند المختصين، ما كتلقى حتى شي علاج، وكيبقى العلاج الوحيد هي أنها تكثر من ذكر الله وتتعلق بأهداب الله. مع المدة كتلقاها تحولت من إنسانة عادية إلى إنسانة فوق عادية، إلى إنسانة ذاكرة صالحة مؤمنة. والله تلاقيت مع عدد ديال الناس اللي كانوا كنسولهم كيف حالكم قبل ان تبتلوا بالمس وحالكم بعد شفائكم من المس، يقول لي تحول جذري، لان الانسان كان في الاول على غفله، ثم في لحظه من اللحظات ربنا سبحانه وتعالى اعطاه الخير والبركه والتيسير، اعطاه الله تعالى السعاده الابديه. لاله جليله هنيئا لجدتك، ربي سخرك لها في اللحظه المناسبه ونطقت بكلمة لا إله إلا الله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. في واحد الرواية غادي يقول لي أبو هريرة: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟ قال لي: وإن سرق وإن زنى. قال لي: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟
قال لي وإن سرق وإن زنى. فقال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وإن سرق وإن زنى رغم أنف أبي هريرة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. هنيئا لجدتك وهنيئا لوالدك، لأن حسن الخاتمة أن الإنسان يقبض على الطاعة. الوالد ديالك الحمد لله توضأ وكان قاصدا المسجد، قاصدا بيت الله، قاصدا ذكر الله، فجاءه ملك الموت فقبض روحه وهو متلبس بطاعة بعبادة، وهذا من حسن الخاتمة. حتى هو هنيئا له وهنيئا له وهنيئا له. هاد الإخوة ديالك ربما مضيعين الصلاة. الصلاة عماد الدين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. راه الواحد منا حينما يغادر هذا الكوكب الأرضي وكيدخل في بطن الأرض، من اللي كيموت أول سؤال يسأل عنه هي الصلاة، قبل ما يتسول على بقية الأسئلة كلها أول شيء الصلاة. إن صلحت صلى في وقتها مع الجماعة بخشوع صلح سائر عمله، وإذا فسدت وأساءت سأسائر عمله. هكذا قال النبي الكريم، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الإنسان خصو يواظب عليها.